انطلقت رحلة التعليم في المملكة بالكتاتيب، والتي كان يقوم فيها المشايخ بتعليم الطلاب القراءة والكتابة. وفي عام 1344 للهجرة، أمر الملك عبد العزيز بإنشاء مديرية المعارف لوضع حجر الأساس لنظام التعليم في المملكة، ليقوم على أربعة أسس رئيسية. أولاً، المدارس النظامية في المدن والقرى الكبيرة. ثانياً، المطاوعة والمرشدين في الهجر والقبائل. ثالثاً، البعثات إلى الخارج. رابعاً، التعليم الأهلي. وفي مكة المكرمة افتتح المعهد العلمي السعودي عام 1345 للهجرة لتدريس العلوم المختلفة والمساهمة في تخريج المعلمين ذوي الكفاءة العلمية والتربوية. وألقى الملك المؤسس كلمته المشهورة لطلاب المعهد حين قال: إنكم أول ثمرة من غرسنا الذي غرسناه في المعهد، فاعرفوا قدر ما تلقيتموه من العلم، واعلموا أن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمار. وأما رحلة التعليم النظامي فبدأت بتأسيس مدرسة دار التوحيد بالطائف في عام 1364 للهجرة لتعليم العلوم العربية والشرعية. وعلى صعيد التعليم الجامعي أسست أول كلية في المملكة، وهي كلية الشريعة بمكة المكرمة في عام 1369 للهجرة. ولم تتوقف مسيرة التعليم على ذلك، بل ازدادت في التوسع والنمو، وانتشرت المكتبات في عدد من مدن المملكة، ومنها مكتبة الحرم المكي، مكتبة المسجد النبوي، مكتبة سمو الأمير عبد الله بن عبد الرحمن، مكتبة سمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن، مكتبة الشيخ محمد بن إبراهيم. ولم تكن الإنجازات العظيمة للملك عبد العزيز مقتصرة على إنشاء المعاهد والمدارس والمكتبات، بل كان حريصاً على دعم العلماء والطلاب وابتعاثهم على حساب الدولة لأخذ العلم من جميع مصادره. وامتدت نهضة التعليم حتى وقتنا الحالي، وخلف الملك عبد العزيز من بعده أبناؤه الملوك الذين آمنوا بأن التعليم والاهتمام بمخرجاته هو أساس النماء والتطور. Thank you.